السلام عليكم يا بنات، اخباركم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه سويس رول بحشو المربى، ان شاء الله باذن الله تعجبكم. ويلا بينا يا بنات نخش على المكونات بتاعتنا والمقادير ونشوف هنعمل الكيكه سويس رول ازاي. وبيضتين بس يا بنات، وطريقه ناجحه جدا. ودي يا بنات الطلبات بتاعت الكيكه بتاعتنا اللي احنا هنعملها. المكونات بتاعتي عندي كوبايه من الدقيق، ربع كوباية من السكر، نص كوباية من اللبن. كله يا بنات بدرجة حرارة الغرفة، يعني مفيش حاجة محطوطة في التلاجي. بيضتين، هاخد نص كيس من الكيك شيف، وتلت كيس من الفانيلي، وفنجان من الزيت حوالي كده 3 معالق كبار. وعندي الألوان داي، لون أحمر غذائي ولون بينك. دي الالوان يا بنات اللي انا هستخدمها. ودي مكونات الكيكه: كوبايه من الدقيق، كوبايه واحده يا بنات، ربع من السكر، نص من اللبن على بيضتين، وثلاث معالق كبار من الزيت. نبتدي دلوقتي نسمي الله ونجيب الطبق اللي احنا هنعجن فيه الكيكه. انزل بالبيضتين يا بنات الاول، وفي رشة ملح بنات، هاي قلتهاش في المكونات، رشة خفيفة خالص. وهنزل بالفانيليا بتاعتك، انا شغلت الفرن يا بنات قبل ما اعمل الكيكه عشان تسخن. يعني تتبع المكونات دي والمقادير معاه داي وتطلع مظبوطه ان شاء الله معاك. وبالمضرب يا بنات، وهضرب البيض. صوت المضرب عالي، هنزل بالسكر، هنزل بيه كده على 3 مراحل بس كده. السكر لحد ما وصلت من المرحلة داي زي ما انتم شايفين. اجيب الزيت بتاعي انزل بيه كده مرحلة مرحلة. انزل يا بنات دلوقتي بالحليب. هنزل يا بنات دلوقتي بالدقيق بتاعي، بسم الله. هنزل نص كيس الكيك شيف، نص بس يا بنات كده، حوالي معلقة كبيرة اهي. واضربهم بالمضرب. هنزل
انتوا شايفين. هجيب كده معلقتين من الخليط هنا، هجيب طبقيًا، كل طبق هحط فيه معلقتين، بس كده يا بنات هركن الخليط بتاعي. هحط هنا نقطة من اللون البينك. وانزل عليها بربع معلقة من الدقيق عشان انا عايزة اللون الطبقة اللي هيبقى فيها اللون جامدة شوية عن الكيكي عشان ما تتخلطش مع الكيكي. واعرف برضك ارسمها واعرف اتحكم فيه غير بنات زي ما انتم شايفين. اركنهم كده على جنب، اجيب الطبق الثاني احط فيه برده ربع معلقه من الدقيق واقلبهم. واجيب اللون الاحمر يا بنات زي ما انتم شايفين، دي الدرجة اللي انا عايزاها. هجيب كيس يا بنات من اكياس الحليب غسلها كويس انا من جوا، وانزل فيه بالخليط بتاعي او اي كيس ثلاجة يعني عندك. كده يا بنات انا حطيت الخليط بتاعي الملون في الاكياس اهو زي ما انتم شايفين. هركن الكيكة بتاعتي على جنب واجيب الصينية، دي صينية بنات اللي هي صينية المخبوزات، فرشها من جوا ورق زبدة. اجيب يا بنات اللون بتاعي، افتح فتحة كده بسم الله، واجي كده على الجنب واحاول اني ارسم وردي. اهو يا بنات بالشكل دي. هجيب اللون التاني، اهي بنات هجيب دلوقتي الخليط بتاع الكيكة بتاعي بسم الله.
ننزل بيه كده بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين يا بنات. بس كده انا هاخد الكيكة بتاعتي على الفرن وهطفي الشعل اللي فوق واخلي الشعل اللي تحت بس هي الوالعي، وارجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما تستوي. وادي بنات الكيكة بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليه، وخليتها خدت اللون الحلو ده كده. طلعها من الصينية وافكها كده من الجوانب. خلي الفها من المكان اللي ما فيهوش رسمه، من هنا الرسمه بتاعتي هلفها من هنا. بسم الله يا بنات لفها رول بالشكل دي اهي يا بنات. وده الرسمه زي ما انتم شايفين هي ظاهره من تحت، وهسيبها كده في الثلاجة حوالي كده 10 دقايق وبعد كده اطلعها معاكم. ودي يا بنات الكيكة بتاعتي بعد ما سيبتها كده حوالي 10 دقايق كده دلوقتي بسم الله افكها. من الناحية التانية برضك بالراحة بس كده عليها وانت بتفكي الكيكة ما شاء الله عليها زي ما انتوا شايفين اهي بنات. افردها كده وعندي يا بنات للحشو مربة فراولة. هوزع المربى عليها كده في كل الجوانب كيكة بنات جميلة جدا، جربوها وناجحة وبطين بس احلى كيكة سويس رول بالمكونات دي، ما هتكون معاكي مظبوطة يعني هتكون معاكي مظبوطة مظبوطة ان شاء الله بإذن الله. يا بنات هبتدي دلوقتي ألفها زي ما كانت ملفوفة من الناحية اللي مش عليها الرسمة برضه اهي بنات بسم الله اهي فوق شايفين جميلة خالص. حابة تسيبيها كده بالوردة بتاعتها برضه سيبيها، حابة تزينها من فوق تدهنيها بالمربى وترشي عليها فوق فوقيها جوز هند أو فرماسيل بردك زينيه. هجيب كده طبق اهي بنات
كده اوريكم. بسم الله هنشيل الحرف دي. شايفين الكيكة يا بنات؟ شايفين جمالها من جوا؟ هاي بنات ادي الكيكة جميلة خالص زي ما انتم شايفين. ولو عجبتكم يا بنات طريقة النهاردة في عمل كيكة السويسرول ما تنسونيش في الاشتراك واللايك.